من خبيري صاروخ هلا ترى البناية كلها صاروخ. لم تكد تمضي ساعات على محاولات العدو الإسرائيلي اغتيال الرجل الثاني في حزب الله علي كركي، حتى ضرب العدو ضربته في محلة الغبيرة في عمق الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال كذلك وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين أن المستهدف في عملية الاغتيال في الضاحية هو إبراهيم محمد قبيسي قائد منظومة الصواريخ والقذائف في الحزب، كاشفة أنه تم تنفيذ الهجوم بطائرات F-35، ولم يصدر بيان عن حزب الله عن عملية الاغتيال. وفي حصيلة أولية أعلنت وزارة الصحة في بيان عن سقوط 6 شهداء، في حين وصل عدد الجرحى إلى 15 في غارة الغبيري. استهداف للمدنيين مثل ما شايفين، نحن منطقة سكنية تجارية، فاجأنا الساعة 3 وشوي يمكن هالاستهداف بحي آمن. العالم يمكن بالليل فلت رجعت اليوم لتفتح مؤسساتها وترجع على بيوتها أو تظهر كم غرض من البيت، لنتفاجأ بهيدي الغارة. بالنهاية هذا عدو نعرفه نحن غدار وما له أمان، كرمال نحن هيك الجهوزية فرق الإطفاء والإسعاف والأنقاذ بالبلديات واتحاد البلدية كلياتها اجت لتشتغل. يدعي العدو الاسرائيلي انه يستهدف اماكن عسكريه، ولكن كما ترون بعين الاعلام المبنى مبنى سكني، وحبال الغسيل تشهد على ان هناك عوائل تسكن في هذه الشقق التي قصفت اليوم والتي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى، وتدمر معظم الشارع الذي هو بالاساس شارع مكتظ لانه شارع يبيع قطع السيارات، وعاده اصحاب السيارات يكونون هنا لشراء قطع لسياراتهم. المبنى المستهدف في منطقة الغبيري مؤلف من 5 طبقات، وقد تم استهداف شقتين في الطبقتين 4 والـ5.